صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 102 لسنه 2024 بتعديل الماده الاولى من المرسوم رقم 95 لسنه 2019 باعاده تنظيم وزاره المواصلات والاتصالات وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يستبدل بنص البند ا ألف من الفقره اثنان من سادسا من الماده الاولى من المرسوم رقم خمسه لسنه الفين وتسعه عشر باعاده تنظيم وزاره المواصلات والاتصالات النص الاتي اداره السلامه البحريه